لا لا ماجدة راني غادي نحني لها. ما يحن عليك تشطري ولا لا حني لي دابا عاد فطروا. وقعوا شي حوايج بيني وبين ماجدة يعني في المحكمة، تصرفت معي واحد تصرف ان شاء الله في اللايف الجاي غادي نقولوا لكم ان شاء الله. انا على نيتي كنتعامل مع ماجدة ومأمناها على داري، وهي كتشوف الغريب اللي في داري وساكتة، تهرس لها البورطابل في داري وساكتة، هرسوا لها منين دابا جاية شهادة وبالحق تتقلبي. ماشي مشكل يا ماجدة، راكي في الدنيا غدا الأخيرة، وراكي مازالة صغيرة وما ديت ديك الحنة، وراكي مازالة صغيرة وما زالت تزوجي، مازال ليام ما عرفت تشوفيني ولا ما تشوفينيش. شوفي ماجدة خافي على راسك، شهدي بشهادة الحق واللي كنتي كتشوفيه بعينك في داك الدار. انا راهي تنبهك، راكي الا غلطتي جيبيها في راسك، ليك الرأي انتي حرة في راسك. عقاش انا ما نقدرش نقول لك قولي وقولي، لا ابدا، هذه ما تخرجش من فمي، ماشي من الخصال ديالي ابدا، وماشي نستعطف لك ابدا ابدا، ما نستعطف لكش وما نرغبكش ابدا، بالعكس هذه شهاده حق تشهديها ابدا. ايه نقدر نقول لك اختي داكشي اللي شفت عينك قولي وهادي وهادي، ولكن هكا نركع لك ابدا، كنركعوا الله سبحانه وتعالى. دير معك شي حاجه اللي ما ترضيش الله سبحانه وتعالى باش انت تشهدي، ما نديرهاش معك ابدا. انا شوف هتشهدي ما شفت عينك، والله سبحانه وتعالى فوق منا كاملين، حيت رحنا في الدنيا واللي ما خرج من الدنيا ما خرج معقيبه.